شهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة الحفل الختامي لبطولة المدفعية الملكية الرمضانية للضباط لكرة القدم بنسختها 7 والمقامة على ملعب المدفعية الملكية، وذلك بحضور اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة قائد المدفعية الملكية، وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين. وقد توج سموه فريق سلاح الجو الملكي البحريني بطلا للنسخة 7 بعد فوزه بنتيجة 3-0 على فريق المدفعية الملكية في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين. كما تفضل سموه بتكريم لاعبي الفريقين وفريق سلاح البحرية الملكي البحريني الحاصل على المركز الثالث وأفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة وأفضل حارس وحكام المباراة. وبهذه المناسبة قدم لسموه هدية تذكارية من قبل قائد المدفعية الملكية. وقد أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بدعم قوة دفاع البحرين لمثل هذه الأنشطة الرياضية وبجهود المدفعية الملكية على إقامة هذه البطولة وحسن تنظيمها كملتقى رياضي شبابي يعزز من مفاهيم التقارب والمنافسة الشريفة بين الجميع، مباركا سموه لفريق السلاح الجو الملكي البحريني حصوله على المركز الأول وللجميع على نجاح هذه البطولة. كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للاتحاد البحريني لكرة القدم وجميع الفرق المشاركة وكل من ساهم في إنجاح البطولة، متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح.